يلي شفناه اليوم شوي معصب بالاخر، كان فيها الاتنشن بالجيم يعني اخر شيء شفناكم هيك شوي كنتم معصبين، يعني بصير في احتكاك بين اللاعبين دائما. I've been through worse يعني هذا ولا شيء. هيني هيدي بعدها. علي اليوم شفناكم الفوكس عالي كتير اليوم بالجيم، ما خليتوا ابدا فريق تضامن يعني جرب يعمل كامباك، بس كنتوا دائما حاضرين لتفاديتوا المشكله اللي صارت معكم بالجيم 2. تضامن عم بيلعبوا كتير منيح يعني، بس we're hungry. Very hungry. وان شاء الله we finish the next game. قد ايه رح تكونوا hungry بالجيم 4 بالذوق؟ من هلا I'm hungry for game 4 يعني لازم نربح. We have to go to the final 4. برايك هذا التنشن اللي صار اخر شيء هيك احتكاك بين اللاعبين بتاثر شيء على المباراه الرابعه ولا خلص؟ لا جيرارد اجى لعندي كمان قال ما بده شيء افتر يعني بتصير بالباسكت يعني بتكون هيك رياكشن يعني هي قد ما كومبتيتيف جيم يعني ات هابنز سم تايمز بس يخلص الجيم اتس اوفر يعني. عم رح عم تتابع باقي السيريات باقي السيريز بالبطوله شو رايك بالسيريه الحكمه والرياضه رح تكون بكره؟ فيري فيري كلوز سيريز يعني اتس ا تاف جيم بمنارة بس حكمي عم بيلعبوا منيح. مين بتتوقع يربح بكره؟ I don't know بس هيك تكنيكلي مين بتشوف؟ هلا ليك رياضي از ذا اولويز ذا فيفورتس بطل لبنان يعني اتس هارد فور ذيم بيعرف يلعب بهيك جيمز بس بيرت از بلاينج جريت اند ذي هاف ا لوت اوف فيترنز بالحكمه سو يو نيفر نو هذا ذاتس بيوتي اوف باسكتبول اكيد ثانك يو علي بدي اشكرك اكيد